طبعا أكلة المبسوس هي أكلة شعبية مشهورة في محافظة ضباء وساحل منطقة تبوك، ويزداد شهرتها في المناسبات والأعياد حيث يكثر عليها الطلب. طبعا مكونات المبسوس دقيق والسمن والهيل والسمسم. بعد ما نقدح السمن نضعه على الدقيق، بعدين نبدأ بطريقة بس الدقيق مع السمن بحيث إنه الدقيق يشرب السمن كامل. بعدين نبدأ ناخذ جزء من العجين ونبدأ نعجنه طبعا بالماء والمورد، ثم نبدأ تشكيل المبسوس.